الأمومة شعور يختلف من امرأة إلى أخرى باختلاف ما تعانيه كل امرأة خلال فترة حملها وولادتها. لذا فقد رأينا أن نعرض إليكم في هذا الفيديو قصصاً لبعض الأمهات التي قد لا يعتقد البعض وجودهن في الواقع. والآن هيا بنا. جالين كرافورد وجانيل لويوبولدر توأمين متماثلتين حملتا في نفس الوقت وأنجبتا في نفس اليوم وفي نفس المستشفى. كانتا تعانيان من مشاكل عديدة في التخصيب أدت إلى إجهاض الأولى مرتين وفقدان الأخيرة أحد أبنائها، ولكنهما نجحا في النهاية، إلا أنهما ولدتا معا في أحد أيام يونيو من عام 2018، حيث أنجبت جالين صباحا بينما ولدت جانيل في الظهيرة. جيسي دولنبرغ امرأة استثنائية بلغت من العمر 56 عاما، وعلى الرغم من هذا ولدت ثلاثة توائم، ولكن الأمر الأكثر غرابة أنهم ليسوا أبنائها بل هم أحفادها، حيث أنها حملت بهم نيابة عن ابنتها كيم التي كانت تعاني من العقم. وعلى الرغم من أن كيم كانت قد أنجبت من زوج سابق لها، إلا أنها كانت تريد إنجاب طفل آخر من زوجها جو الذي تزوجته في عام 2015. وكانت كيم قد قامت بعملية استئصال الرحم في وقت سابق بسبب وجود تليفات وأورام به، الأمر الذي يستحيل معه حملها، ولكن إصرارها ورغبتها جعلتها تلجأ للتبني، وباء الأمر بالفشل ثم استئجار رحم. وبعد عدة محاولات فاشلة تم زرع البويضات المخصبة في رحم والدة كيم، وبعد 10 أسابيع من الحمل كانت المفاجأة وهي اكتشاف حمل والدة كيم بثلاثة توائم وليس طفلا واحدا. إيمي كيمبيلت تلك السيدة وزوجها كانا يعانيان من مشاكل في الإنجاب أدت إلى عدم اكتمال الحمل حوالي 4 مرات قبل أن يرزقهما الله في يناير عام 2018 بخمسة توائم، وزن كل منهم حوالي 2.5 رطل. والحقيقة أنه على الرغم من السعادة الغامرة التي انتابتهما، إلا أن إيمي وزوجها كانا يعانيان في بداية الأمر في تربية أطفالهما، حيث أنهما يحتاجان إلى جهد بالغ لإطعامهم ورعايتهم في آن واحد، وهو أمر عسير حقا، ولكنهما في النهاية استطاعا تجهيز منزلهما بالأدوات والوسائل والطريقة التي تمكنهما من تلبية احتياجات أطفالهما في آن واحد. وايتي ريباك سيدة وصفها الكثيرون بالأم الخارقة، حيث أنها أم ل16 طفلا و10 بنات و6 أولاد يتراوح أعمارهم بين 2 و22 عام. زوجها هو ديفيد ريباك، يعمل وكيلا عقاريا. تستهلك تلك الأسرة ما يعادل حوالي $650 من البقالة أسبوعيا، حيث تستهلك حوالي 12 جالونا من اللبن وما يزيد عن 100 بيضة وحوالي 40 رطلا من الدجاج وما بين 40 إلى 50 رطلا من البطاطس. وعلى الرغم من هذا العدد الهائل من الأطفال، تجد ليتي الوقت الكافي والصحة اللازمة لممارسة الرياضة والعشاء بصحبة الأصدقاء، وهذا بسبب النظام المنزلي الصارم الذي اعتمدته في منزلها ومع أطفالها، بل أنها تحث أطفالها على المشاركة في الفعاليات المجتمعية والمنتديات والعروض الفنية والتطوعية والذهاب إلى المتنزهات. جالين دياز وميلاني باركس هما أم وابنتها، يظن الكثيرون أنهما أختين على الرغم من الفارق في العمر بينهما والذي يتجاوز 23 عام. جالين تلك السيدة التي تعمل مدرسة تقيم في ولاية كاليفورنيا وتتمتع بعلاقة صداقة شديدة القرب من ابنتها ميلاني. هذه السيدة تعيش حياة نظيفة قديمة التقاليد، فهي تحافظ على بشرتها منذ أن كانت في 12 أو 13 من عمرها، وهو الأمر الذي علمته لابنتها. وقد انفصلت جالين عن ابنتها منذ أكثر من 13 عام، إلا أنهما يتمتعان بعلاقة قوية حتى أنهما يقضيان معظم العطلات بصحبة بعضهما البعض، إلا أن جالين لا تفضل الذهاب مع ابنتها دائما إلى النوادي أو الحفلات. نيكولا جينيس امرأة كان أمر الحمل والإنجاب لها يعد معجزة بحق، حيث أنها كانت تعاني من عيب خلقي يقسم عنق الرحم والمهبل لديها إلى قسمين، وهو ما أدى إلى إجهاض حملها حوالي 6 مرات، وهي حالة نادرة الحدوث، إلا أنها وبعد تعرضها لعملية جراحية في أكتوبر لعام 2018 تمكنت من الحمل وأنجبت طفلها ريجي الذي يبلغ وزنه حوالي 5 أرطال. جين وباول بريغز هما أبوين لحوالي 38 طفلا، يقيمان غرب ولاية فيرجينيا، وبالرغم من هذا العدد الكبير من الأطفال، إلا أن هناك وقتا للتعليم ووقتا للعب ووقتا للقيلولة، يتعاونون معا في عمل المهام المنزلية لغسيل الملابس والطهي والتنظيف. لقد كان الأمر صعبا في البداية، ولكنهما الآن لا يتخيلان حياتهما بدون أولادهما، سواء بالتبني وعددهم 32 أو بالميلاد وعددهم 6،
بل أنهما يبذلان كل ما بوسعهما لتوفير حياة كريمة لهم.